وجود كافة الأحزاب والقوى السياسية هنا وده بيتكم ومكانكم وفي أي وقت تشرفوا فيه. وأنا عايز أقول إن مصر بتمر بمخاطر وتحديات وتهديدات كبيرة جدا، وفي مؤامرات داخلية وخارجية، وأكيد كلكم على علم بهذا الكلام. ورغم كل هذا إلا أن نروح ثورة 25 يناير و 30 يونيو، وروح الشباب عادت من جديد لكي يتوحد جموع الشباب المصري وجموع الأحزاب المصرية على مائدة واحدة ضد الإرهاب الغاشم الذي يهدد الدولة المصرية، ونحن جميعا على خط رجل واحد لمواجهة هذا الإرهاب. مش عايز أطول عليكم علشان أترك الكلمة لكل حزب، لأن احنا عندنا أحزاب كتير ما شاء الله. ونبدأ كلمتنا دلوقتي بالأستاذ محمد شوقي أمين شباب حزب مصر. باشمهندس كريم على إنه بيدعينا تاني نقعد مع بعض، وإحنا بس بنأكد على إن احنا لازم نكمل اجتماعاتنا ووجودنا مع بعض. ده بيأكد حاجة إن مصر مستمرة، احنا مش هنفضل بس بنعلق شهادات حزن وهتافات، لا احنا محتاجين ان احنا نجتمع مش على الفطار بس، عايزين نقعد نتكلم اكتر ونقترح اكتر على بعض مشاريع نقدر نخرج بيها للناس. محتاجين تاني ترجع ثقة الشباب بالاحزاب، اللي احنا عارفين ان كان معظم الشباب وعلى الاحزاب ينتموا للحركات والجبهات. احنا بنقول لكل الحركات والجبهات اللي موجودين معانا محتاجينكم تاني، نرجع صندوق قيادة في الأحزاب ممكن ترجع قوية تاني. محتاجينكم تشتغلوا بقى معانا في الأحزاب، أقرب حزب ليكم تبتدوا تندمجوا معاه. الفترة اللي جاية هي حياة سياسية وحزبية، الدستور نص على كده. ففي التوقيت اللي احنا بنتمنى فيه إن مصر تتطور وترتقي لدولة مؤسسات، فأرجو من كل الحركات السياسية والجبهات ان هي تبتدي بقى تاخد خطوه، سواء هم يأسسوا الحزب بتاعهم. طبعا انا فخور جدا باي جبهه واي حمله، لان في الاساس مستقبل الوطن ابتدت مجموعه شباب وابتدت حمله، فقدرنا ان احنا في فتره من الفترات نتحول الى حزب سياسي. فارجو الجميع ان كل الجبهات تنضم لمستقبل الوطن، وكل الاحزاب اللي موجوده معانا. انا زي ما قلنا قبل كده ان احنا اصغر حزب في السن والخبرة، احنا محتاجين ان احنا نتعلم منكم ونشوفكم دايما اقوياء. ومفيش حزب هيقدر يكون بيحكم بلد او يكون على بيدير الدولة الا لما يكون في احزاب جنبه قوية. دائما جزء من خندق الوطن والانتصار للوطن والانتصار للحريات، وكان شريك اساسي. وكان كلنا قبل ثورة يناير نذكر سيدي اللقاء الصحفي ودوره في التحضير لهذه الثورة وسنة القوى الوطنية ومدال حتى الآن. نحن مع فكرة قانون يعني يعجل بمحاكمات ناجزة لمواجهة الإرهاب بشكل كامل، لكن نحن نرفض أي تقييد للحريات، لأنه التقييد أو الإجراء الاستثنائي في ظرف استثنائي سوف يتبعه إجراءات استثنائية أخرى. هناك البعض يحاول تصدير الصحفيين أو الإعلاميين بأنهم ضد الدولة، ليس حقيقي. أنا أجزم أن أغلبية الجماعة الصحفية تساند الدولة ولديها إدراك للأمن القومي المصري والدعم، وبالتالي نحن كمجموعات صحفية الآن هناك طرح لتعديل المواد التي نعترض عليها في هذا القانون. نحن معكم ومع كل القوى السياسية، وأنا باعتباري يعني سياسي صحفي بأرى أنه مهم جدا منكم كشباب القوى السياسية تدركون معنى وقيمة الإعلام، أن تحافظوا على حرية الإعلام، لأنه هو في فترة من فترات اللي كان بيدافع عن حرياتكم أنتم وكان بيدافع عن حقوقكم أنتم. وبالتالي الحديث عن ظرف استثنائي مرفوض. الدولة والإعلام هدفهم واحد، وهو إقامة الدولة المصرية مستقلة قوية، وبالتالي نرفض فكرة الزجل الإعلامي ده. شكرا جدا للكريم للدعوة، أتمنى يكون في دعوات مماثلة ومستمرة في مشروعات شبابية مهمة جدا طرحناها قبل كده ونحن شاركت فيها، أتمنى تتنفذ، وأتمنى نخرج من فكرة الاجتماعات الضيقة إلى الشارع، إنه ده هو المفتاح.
وانا بطالب هنا بقى لو انتم بتتكلموا على الايثار انه حزب مستقبل الوطن او حزب مصير الحراره او المستقبل او الوفد او التجمع لما يلاقي مرشح شاب في دايره معينه شبابه يدعموا هذا المرشح، لان انا بشوف انه التغيير الحقيقي عندما يصل 100 نائب شاب للبرلمان الجاي هم دول اللي يقدروا يقودوا اهداف الثوره وحققوا الواقع.